بيلعبوا النهارده التصفيات المحليه وهيتاهل منهم 16 لاعب ينضموا لبقيه التصفيات ابتداء من بكره. عندنا لعيبه مصريين مشهورين على المستوى الدولي زي الدكتور سامح صدوم. الدكتور سامح صدوم يعتبر من احسن لعيبه المصريين اللي موجودين عندنا، وفي لاعبين اخرين مش عايز اذكر اسماء عشان ما انساش حد. انا بذكر سامح لانه هو يعني يعتبر احسن لاعب في مصر حاليا. يعني توقعات حضرتك اللاعبين المصريين ممكن يوصلوا لاني دور حضرتك؟ والله احنا بنتمنى لهم كلهم التوفيق، واعتقد ان في منهم ناس هيعملوا حاجه السنه دي يعني ان شاء الله. البطوله السنه دي الحقيقه مبتديه بمظهر مشرف جدا، والبطوله دي كانت طلبت انها من السيد وزير السياحه، والحمد لله وفقنا كاتحاد دولي ان احنا يعني هي كانت رغبته اقامتها في شهر مارس، فيعني الحمد لله وفقنا ان احنا نفضي مكان في النتيجه الدوليه الرياضيه لاقامه هذه البطوله. 101 لعيب اجنبي مشترك من 20 دوله من اسيا، هدي لك كمثال عندك كوريا، فيتنام، لبنان، سوريا، لا اسف الاردن، ومصر من افريقيا، وعندك من اوروبا دول كثيره جدا، هولندا، بلجيكا، المانيا، النمسا، فرنسا، ايطاليا، اليونان، السويد، الدنمارك، يعني بلاد كثيره من اوروبا، وعندك من امريكا، عندك كولومبيا مشتركه، وعندك فنزويلا مشتركه، يعني عدد كبير من دول العالم جميع القارات يعني.